وانا جينا هذا المهرجان ديال سيدي حيا وبغينا نشاركو، جينا زوار وان شاء الله نطلب هاد الزواره تكون تخرج بخير ويجي شي عام زين. ايوا راه من قبل كورونا ما لعبناش معاك واه ثاني هاد العام عطلقوا المهرجانات وان شاء الله نبغيو هاد الحوايج داوم ان شاء الله. مشينا بني درار، مشينا جينا لسيدي حيا برقم بو عرفه، هادو هما اللي شاركنا فيه. ولا هذيك ابن عن جد واحد حاجه باين شي مروت واه هادي نقول لك يمكن عمري 13 سنه وانا مارس الفرس، راه عندي 22. ممارسة هذا التبوريض اخويا انا عندي الممارسة ابن عن جد، نقدر نقول لك فايت حتى 20 عام ملي ترعرعت وانا كنمارس هذه الفروسية والحمد لله احنا موروث ابن عن جد هذا الشيء. احنا ملي كبرنا لقينا الوالد عنده الخيل وعمومي عندهم الخيل ويعني بصفة اللي غادي تورث هذا الموروث وهذا التراث وهذا، وحنا ما بغيناش هذا التراث يتقطع بصفة عامة. هاد المواسم الاغلبيه كل المواسم منها موسم بني حمليل، يليه موسم المهايا، ويليه موسم نعيمه، ويليه بني مطهر، وبعد بني مطهر بني درار، وبني درار سيدي يحيى. والحمد لله اجواء زينه واجواء رائعه والحمد لله. حنايا حنا مهما اننا كنمارسوا هاد الهوايه وهذا التراث وهذا غادي تجيك الحوايج زينه. نطلبوا الحفظ ان شاء الله جميع الخيال اللي راهم هنايا، نتمنوا الجهه الشرقيه ديالنا راه غادي تدعم بعدا، ما كان لا دعم لا والو. نطلبوا من الدوله تعاوننا، تعاون صحاب الخيل. العدد الزراعه ديال 40000، الزراعه ما كيوصلناش حنا، واحد ما عنده حتى دجاجه ويدي 50 شكوره، وحنا عندنا الخيل وما ندوش شكوره، راه ما يمكنش هذا، امبوسيبل اخويا. نطلبوا الدوله تنتبه هذه القضيه بعدا، يزيد صحاب الخيل تعاونهم. خويا شاركنا في حسين دياب المريجه ديال ولاد سيدي علي بني درار، ان شاء الله رانا هنا في سيدي يحيى. خويا مولا 11 سنه من الصغر، شي وراثي من الجد للجد، 25 سنه 16 سنه ديال التبوريضه. الثقافه باليه هادي، غادي التبوريضه والخيل يتمشاو لك في الدم، ما تقدرش تريضهم بحال راك خاصك شيرة لا مركبش العود. اما صارف العود لا درت مع الحساب بيعه العود، ما حد كاسب العود يجبد كاع ما تحاسبش معاه، الا تحاسبت معاه بعرف دارتك غادي تبيعه، الا تهرس هزك الماء وصفى قال لك الحوت، تهرس العود صافي دير القزره يقزرو، هادشي اللي كاين. وعاش المغرب والصحراء المغربيه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.